هذه المهدورة أول نبت ظهرت 94، كنت صغير في صف سامي، كانت حاجة صغيرة، حاجة صغيرة جدا في هنا، في حاجة صغيرة جدا. 3 سنوات وما رحت على الدكتور خالص، لكن بعد 3 سنوات حصل لها تورم الرجل، تورمت ودفقت مادة وكده، فمشيت للمستشفى وشالوا منها صور، قالوا ما وصلت العظم لسه يعني، وأعطونا حبوب الكينازول وعملت على قفلة، اتقفلت بعد 2 سنين تاني زادت أكتر. ومشيت في الصف أول ثانوي، تعطلت عن الدراسة عام دراسي كامل، مشيت للمستشفى وبرضو ما وصلت العظم، وعملت عملية سنة 2001، مشيت المدرسة سجلت واستمريت في المدرسة شهر واحد، فتورم الأصبع مرة أخرى، فمشيت المستشفى شالوا منا صور بتاعت أشعة وقالوا وصلت للعظم، كان بروف طه. فلما جيت العملية اتفاجأت بأنه قال لي ما في طريقة نشيل الأصبع، عديت الموافقة وشال الأصبع 2001. أما الباغر داوي ما يقارب 20 سنة برضو كانت حاجة تتلمسها. 20 سنة هو بيعاني من هذا المرض، 20 سنة. بعد 20 سنة كانت النهاية بتر. في البيت كان بيتحرك، هو من 7 سنوات جالس على السرير، 7 سنوات هو جالس على السرير بتعاني معاه والوالدة، 7 سنة وهي مريضة، هي مريضة وبمرضة وبرضو بتعاني معاه، كل أغراضه، كل حاجاته، كل حياته، كل حياته بتعتمد عليها، كل حياته تعتمد على هذه الوالدة. الحاجة برضو يعني عانت معانا معاناة شديدة جدا، بتغير غيار كامل، بتغير للباغر ده 5 سنة بتغير، هي بنفسها براها ونجيبه راجع فترة بتاعت كم سنة، يعني كانت معاناة شديدة ومعاناة مكلفة ماديا. بعد ذاك يعني في النهاية عرفت انه هذا المرض يعني مرض صعب جدا، وخروجه من يتمكن في الجسم يعني عشان يتعالج يعني عملها صعبة جدا جدا. ده نحن والله مرات الشريط بتاع الواحد يعني في المستشفى يعني ما تلقاه في المستشفيات، وتمشي تشتري من برا بتلقاه باسعار يعني خرافيه عديل، بيقول لك ب10,000 الواحد ب10,000. سيبك بعدك من حق المواصلات، وكله مثلا شهر عايز تمشي معاه مقابله وتعمل صور كامله، اول حاجه بيطلبوا منك يعني فحوصات كامله زي الصور اشعه كله في شهر، نحن كنا نظابي كل شهر بنمشي صوبه. شوفوا المعاناه دي وشوفوا يعني مرات والله مرات بنعجز تماما، يعني يمكن 3 شهور ما نمشي. الان نحن غرفتنا تعاني معاناه من المايستوما، معاناه كبيره جدا جدا، نحن نعتبر هو المرض الاول في الغرب.